موجودين معنا هذا اللقاء الصحفي. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم جميعا في هذه الأمسية الجميلة والرائعة والتوعوية التي سرنا أن نرحب فيها بكل من سعادة الدكتور أشرف أمير نائب رئيس الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع استشاري طب الأسرة، وسعادة الدكتور حسين بدوي استشاري السمنة عضو مجلس إدارة المجموعة السعودية لدراسة السمنة، واللذين سوف يقدمان لنا في هذا المساء محاضرتين تخصان التوعية بالسمنة. نرحب أيضا بالأخوة الزملاء والزميلات الإعلاميين والصحفيين بالنيابة عن الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع وعن شركة فايزر الشركة الداعمة لهذه المناسبة. في هذه الأمسية سوف يتم تقديم محاضرتين تخصان التوعية الموجهة للمجتمع عن أضرار التوعية، عن أضرار السمنة ومخاطرها في المجتمع ومدى تأثيرها الصحي على مجتمعنا وخصوصا مجتمع الشباب والمراهقين. كما نود في البداية أن نقدم أو لكي نبدأ برنامجنا في هذه الأمسية على بركة الله بالمحاضرة الأولى التي سوف يقدمها سعادة الدكتور أشرف أمير بعنوان الوقاية والعلاج والتعايش مع ضغط الدم، وكذلك سوف يقدم المحاضرة الثانية سعادة الدكتور حسين بدوي عضو مجلس إدارة المجموعة السعودية لدراسة السمنة. لنبدأ بالمحاضرة الأولى لسعادة الدكتور أشرف، فليتفضل دكتور أشرف. بسم الله الرحمن الرحيم، صوتي الصوت مسموع والبرزنتيشن واضحة؟ الصوت مسموع. نعم ممتاز دكتور. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني وأخواتي الإعلاميين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حقيقة أنا سعيد بهذا اللقاء، وأشكر سعادة الأستاذ حسن بهكري وأخي الكريم الدكتور عبد الحفيظ فوج على إتاحة هذه الفرصة لإلقاء الضوء على بعض المشاكل الصحية. وحقيقة أمثل المركز، أمثل الجمعية السعودية لطب الأسرة والمجتمع كنائب رئيس مجلس إدارتها، واليوم الفعالية هذه راح تجسد أحد أهداف الجمعية السعودية في رفع ثقافة وعي المجتمع الصحي. كما هو معروف أنه دائما اللقاءات التثقيفية والتوعوية تهدف إلى تحويل أفراد المجتمع إلى أفراد إيجابيين في المشاركة الفاعلة في تعزيز الصحة بمفهوم الشمولي، وأيضا تعزيز مسؤولية الأفراد المجتمع بما فيها من أسر إلى تبني السلوكيات الصحيحة والوقاية من الأمراض، وحتى إذا كان هناك مرض فالتعامل مع المرض بما تملي عليه المنهجيات الطبية والنصائح الطبية في احتواء هذا المرض في أقرب فرصة، ويعني ومحاولة قدر الإمكان بمشيئة الله سبحانه وتعالى تجنب مضاعفات هذه المشاكل الصحية. حقيقة إخواني أنا سعيد بهذا اللقاء، لأنه الآن أعتبر هذا منبر إعلامي جميل من خلاله راح يصل صوتي وصوت من هو مسؤول في تعزيز صحة المجتمع إلى المستهدفين من أفراد مجتمعنا، وأيضا إلى صناع القرار في يعني في تبني بعض المفاهيم وبعض المنهجيات وبعض الاقتراحات من خلالها نصل إلى مجتمع حيوي، وهذا هو أحد استراتيجيات التحول الوطني في بلادنا الحبيبة. اليوم راح أتكلم عن ارتفاع ضغط الدم، وطبعاً كلنا يعني كمقدمة لابد أن أذكر أنه خلال العقود الماضية تحولت المشاكل الصحية أو نوعية المرض الموجودة عندنا في مجتمعنا من مشاكل لا علاقة بالأمراض المعدية زي الكوليرا والتيفويد والملاريا إلى أمراض غير معدية اللي هي ارتفاع ضغط الدم والسكري وأمراض الكوليسترول وأمراض القلب والأورام، وهذه هي كلها حقيقة هي نتاج أو ضريبة بمعنى أصح نقدر نقول عليها للتحضر والتمدن السريع اللي شهدتها الدول قاطبة على مستوى العالم وعلى مستوى بلدنا في المملكة العربية السعودية الحبيبة.
ارتفاع مستوى المعيشة والابتعاد عن تبني الممارسات اليومية من الأنشطة الحركية، الأنماط الغذائية اللي احنا بنعيشها في وقتنا الحاضر اللي هي تعتبر أنماط غذائية غير صحية، فيها كثير من المواد اللي هي ممكن تؤدي إلى ظهور هذه الأمراض. فحقيقة اليوم راح نتكلم عن ارتفاع ضغط الدم، وفي هذا اللقاء السريع أنا راح أعرف إيش هو ارتفاع ضغط الدم، نلقي الضوء على قد إيش نسبة الإصابة في مجتمعنا السعودي بهذه المشكلة، إيش هي المسببات وإيش هي الأعراض، والأهم من هذا كله إنه إحنا كيف نصل بمفهوم الوقاية وتعزيز الصحة من الإصابة بارتفاع ضغط الدم، وحتى لو صار ضغط الدم مرتفع لا قدر الله إيش هي العلاجات الممكن تتاح للمريض، وكيف يمكن المريض يتعايش مع ضغط الدم كأحد المشاكل الصحية ليتعايش معها على مدى طويل قد تصل إلى مدى الحياة، بحيث يصبح ضغط الدم يعني من المشاكل الصحية اللي ممكن تفادي مضاعفاتها بالتعايش معها. وأيضا حبيت أن أضع بعض الأسئلة الشائعة اللي بتجينا من خلال تواجدنا مع مرضانا في العيادات بشكل يومي، وهذه راح تلقي الضوء على بعض الجوانب الأخرى اللي ما راح أتطرق لها في محاضرتي. إيش هو ضغط الدم؟ طبعا هو ضغط الدم هو عبارة عن القوة الدافعة للدم من داخل الأوعية الدموية. عادة معدلات الضغط الدم الطبيعية 130 على 80 أو 140 على 90 ضغط الزئبقي، وهذه الضغط في هذه المعدلات بيخلي عضلة القلب تشتغل بجهد عالي أو بكفاءة عالية بجهد أقل، وبيوفر الضغط المناسب داخل الأوعية الدموية من أنها تصاب ببعض التلف أو الضرر أو التمزق لا قدر الله. طبعا يعتبر ضغط الدم كما هو معروف هو أحد المسببات الرئيسية للسكتات الدماغية والجلطات القلبية، وطبعا بياخذ فترة طويلة، وللأسف في عياداتنا بنكتشف ضغط الدم يعني بالصدفة، بيجي المريض عن طريق العيادات وأثناء إجراء الفحص الروتيني لضغط الدم بنلاقي الضغط مرتفع، قد يكون تواجد المريض لمشكلة صحية معينة لكن يكتشف أنه عنده الضغط، فيصبح ضغط الدم المرتفع هو أهم من المشكلة الحقيقية اللي كانت سبب في تواجد المريض في المنظومة أو في المرفق الصحي. طبعا من المهم جدا اكتشاف ضغط الدم في مراحل مبكرة، لأنه كلما تحكمنا في الضغط في مراحل مبكرة كلما منعنا بإذن الله تأثير الضغط على الأعضاء والأجهزة المستهدفة اللي هي شبكية العين، عضلة القلب، الكلى والدماغ. طبعا في عندنا نوعين من أنواع ضغط الدم، في ضغط الدم الانقباضي هو لما ينقبض البطين الأيمن والأيسر، البطين الأيسر اللي هو تعتبر عضلة القلب الرئيسية، والضغط الانبساط اللي هو بيكون تحت عندما يكون في نوع من أنواع الارتخاء في العضلات وتعبئة البطين الأيمن والبطين الأيسر بالدم الوارد لهم. طبعا إيش هي معدلات الضغط الطبيعية؟ هذه مهمة جدا، وكان فيها عدة قراءات وفيها عدة منهجيات حقيقة، لكن الضغط الدم المثالي الآمن اللي احنا دائما نحاول نصل إليه قدر الإمكان هو 120 على 80 أو 130 على 80 في بعض الأحيان. طبعا في مراحل كلما ارتفع ضغط الدم فوق 140 على 90 أصبح هناك في ارتفاعات يعني مسجلة قد تصل المرحلة الأولى أو المرحلة الثانية، وكلما ارتفع ضغط الدم إلى معدلات أعلى من المعدلات الطبيعية كلما كان لها تأثير على الأعضاء المستهدفة، وأصبحت عملية علاج الضغط في هذه المرحلة قد تكون صعبة إلى حد ما لكنها متاحة. إيش هي مؤشرات ارتفاع ضغط الدم في المملكة العربية السعودية؟ للأسف أعداد مرضى الضغط المشخصين هم فقط 45%، إذن عندنا في مجتمعنا حوالي 55% من أفراد المجتمع غير يعني عندهم الضغط لكنهم غير مشخصين من قبل أطباء المختصين في هذا المجال. قد تكون الأعداد أو النسب أكبر بكثير من هذه المعدلات اللي أنا بنشرها الآن. ليش؟ لأنه في دراسات كثيرة وتعتمد على حجم الدراسة وعلى نوعية الفئات المستهدفة في هذه الدراسة وحجم العينة اللي أخذت لإجراء هذه الدراسة. المرضى اللي هم بيأخذوا أدوية هم حوالي 72% من المرضى، لكن عندنا حوالي 30% تقريبا أو 28% لم يحصلوا على العلاجات. لكن أهم من هذا هو نسبة التحكم. للأسف نسبة التحكم بعد هذا كل بعد توفر الأدوية وتوفر الأنظمة الصحية وتوفر الأطباء وتوفر المرافق الطبية فقط 37%
من أفراد المجتمع اللي هم حصلوا أو وصلوا إلى معدلات طبيعية أو نسبة تحكم بالضغط تصل. إذن عندنا حوالي 60 إلى 70% من أفراد مجتمعنا عندهم الضغط وبيأخذوا أدوية، لكن نسبة الضغط عندهم لم تصل إلى المستويات المطلوبة. أحد الدراسات الأخيرة اللي نشرت في 2013 يعني من ونشرت في جمعية الشمس اللي هي لأمراض ارتفاع ضغط الدم، وجدوا أنه نسبة الإصابة بداء أو بارتفاع ضغط الدم في المجتمع السعودي حوالي 15.2%، لكن نتوقع من خلال السنوات الماضية أنه كان في ارتفاعات أكثر من هذه المعدلات، وإحنا بانتظار بعض الدراسات الجديدة اللي هي ممكن تلقي الضوء بشكل أفضل على هذه المشكلة حتى نعرف بالضبط قديش حجم هذه المشكلة في مجتمعنا. السؤال المهم، إيش هي أسباب ارتفاع ضغط الدم؟ في أسباب غير معروفة وغير لكنها شائعة، وهي اللي هو سبب الضغط الابتدائي اللي هو عادة بيكون مع تقدم في السن بعد سن 40 و50 وما فوق، يصير في نوع من أنواع التصلب في الشرايين. الشرايين تفقد مرونتها، ففقدان هذه المرونة تجعل الشريان إلى حد ما في وضع تصلب وتيبس، لكنه ما زال تدفق الدم خلال هذه الشرايين جيد، وبالتالي بيكون في نوع من انواع ارتفاع ضغط الدم، وهذا اللي يعني بنلمسه في عند كبار السن. لكن في نوع اخر من ارتفاع ضغط الدم الثانوي اللي هو بيكون اصلا بسبب مشاكل صحيه موجوده او مشاكل عضويه او مشاكل جهازيه، يمكن اشهرها هي مشاكل الكلى. اذا كان في اي اعتلال في وظائف الكلى لاي سبب من الاسباب أو بعض الاضطرابات الهرمونية، بنلاقي هذه المشاكل دائما مصحوبة بارتفاع في ضغط الدم. الغدة الدرقية، ارتفاع نشاط الغدة الدرقية، توقف التنفس أثناء النوم، وهذه مشكلة منتشرة عندنا في مجتمعنا السعودي بسبب السمنة، الشخير، توقف التنفس أثناء النوم يصحب عادة بارتفاع في ضغط الدم. في بعض الأدوية اللي بنستخدمها بكثرة زي اللي هو الكورتيزون، مضادات الاحتقان، بخاخات الأنف، تحسس الأنفي، أو المسكنات اللي بنستخدمها بشكل مبالغ فيه عند بعض المرضى اللي هم عندهم آلام مفصلية، وأيضا حبوب من الحمى، هذه كلها من أنواع الأدوية اللي هي ممكن تسبب ارتفاع في ضغط الدم الثانوي، وبالتالي إيقاف هذه الأنواع من الأدوية يعيد ضغط الدم إلى وضعه الطبيعي، بالإضافة إلى المخدرات وغيرها من المواد الملبهة. طبعا في مجتمعنا في فئات معرضه للخطر، ويمكن هذه يعني الاشياء المهمه اللي احنا لازم نراعيها. اول حاجه المدخنين اكثر عرضه للاصابه بارتفاع ضغط الدم، السمنه زي ما راح يلقي ضوء عليها اخي دكتور حسين، ايضا الضغوط النفسيه، الانماط الغذائيه غير صحيه اللي فيها كميه كبيره من المخللات من الاملاح، الامراض المزمنه زي داء السكري عاده بيكون ناتج عنه ارتباط السكري بأمراض أخرى منها ارتفاع ضغط الدم بالإضافة إلى الكوليسترول وغيرها، أنماط الحياة الخاملة، قلة الحركة بتؤدي إلى هذه المشاكل، أيضا تقدم في العمر وبعض العوامل الوراثية اللي هي ممكن تؤدي إلى ارتفاع نسبة الإصابة في بعض أفراد المجتمع بضغط الدم. إيش هي المضاعفات؟ طبعا في أعضاء مستهدفة حقيقة بارتفاع ضغط الدم، يمكن أهمها هو القلب، فيصاب القلب بنوبات قلبية، أيضا بيصير في جلطات وعائية داخل الدماغ، بيصير في سكتة دماغية أو تجلطات دماغية، الذبحات الصدرية اللي بتصير في القلب بيأثر على شبكية العين، ارتفاع ضغط الدم فيصير في ترشيح للسوائل وفي نزيف داخل شبكية العين، وبالتالي تفقد العين قدرتها على الإبصار. العجز الجنسي بيعتبر هذه أحد الارتباطات اللي هي مع ارتفاع ضغط الدم، بل بالعكس يعتبر أحد المؤشرات المبدئية حتى قبل ارتفاع ضغط الدم إنه في مشكلة وعائية موجودة ينتج عنها ارتفاع في ضغط الدم أو تصلبات في الشرايين على مستوى الشرايين الكبيرة. أيضا أمراض انسدادات الشرايين أو تجلط الشرايين أيضا أحد المشاكل. إيش هي أعراض ارتفاع ضغط الدم؟ عادة ما بيكون في أي أعراض إطلاقا، عشان كده بنسمي ارتفاع ضغط الدم هو القاتل الصامت، هو بيشتغل ببطء أو بيظهر ببطء
ويعني يتم اكتشافه بالصدفة، لكن لما تظهر الأعراض معناه وصل إلى مرتفع إلى مستويات عالية من الارتفاع، ومدة طويلة لم يتم التحكم أو لم يتم اكتشاف ضغط الدم. لكن لما تظهر بيكون في صداع في مؤخرة الرأس، أيضا يصير في ضيق في التنفس، بيكون في رعاف في بعض الأحيان، المريض بيفقد الإحساس، بيكون عنده نوع من أنواع الدوار، آلام في الصدر، كتمة في النفس، لهجان، طنين، وش، زغللة في العيون، هذه كلها من الأعراض اللي هي بتؤدي إلى يعني اكتشاف ضغط الدم في مراحل مبكرة. عشان كده عملية اكتشاف ضغط الدم في المراحل في مرحلة مبكرة تعطينا الفرصة للتدخل السريع، وبالتالي الحصول على نتائج أفضل بكثير من التعامل مع المضاعفات في ارتفاع ضغط الدم. كيف نشخصه؟ بناخذ التاريخ العائلي، لأنه في ارتباط وراثي. عادة أفراد العائلة لما يكون عندهم ارتفاع في ضغط الدم في 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 أعمار معينة يكون عندنا تصور إنه هذا الشخص ممكن يكون مصاب بارتفاع ضغط الدم. التاريخ الطبي مهم جدا، إذا كان المريض بيأخذ أدوية معينة ترفع الضغط، إذا كان عنده مشاكل في الغدد، إذا ما كان عنده مشاكل في الكلى. بنطلب من المريض أيضا يقيس ضربات، يقيس ضغط الدم بشكل مستمر على مدار اليوم لعدة أيام حتى نستكشف عملية ارتفاع الضغط الآن. وأيضا عندنا بعض الأجهزة زي قياس ضغط الدم على مدار 24 ساعة، هذا الجهاز بيأخذ المريض البيت 24 ساعة يقيس الضغط في كل الفترات وكل الأوضاع اللي بيعيشها المريض في يوم واحد، سواء أثناء النوم، أثناء النشاط الحركي، في كل في الليل في النهار، وبالتالي بتعطينا قراءات واضحة عن مدى ارتفاع ضغط الدم، سواء ضغط الدم الانقباضي أو الانبساطي، أو حتى التوقيت اللي بيصير فيها هذا الارتفاع سواء كان في النهار أو في الليل، ونستنتج من هذه القراءات احتمالية إصابة المريض بارتفاع ضغط الدم وبالتالي التدخل العلاجي. أيضا بنسوي بعض التحاليل المخبرية سواء كانت للكلى أو الكوليسترول أو السكر أو بعض أملاح الدم أو بعض الهرمونات عشان نتأكد، زي هرمون الغدة الفوق-كلوية اللي ممكن يكون أحد أسباب ارتفاع ضغط الدم، وبنستبعد أي عوامل خطورة لارتفاع ضغط الدم. كيف علاج ارتفاع ضغط الدم؟ أول حاجة طبعا العلاج الأساسي الدرجة الأولى هو تغيير النمط المعيشي. تغيير النمط المعيشي بيشمل عدة محاور أساسية، منها تبني نشاط رياضي حركي يومي بلا انقطاع، وهذا يعني بيختلف من شخص إلى شخص بناء على الفئة العمرية، بناء على التركيبة الجسدية، بناء على الإمكانيات والقدرات الفردية. وبالتالي نشاط الرياضة الحركة نصف ساعة يومياً أو 150 دقيقة في الأسبوع قد تكون كافية، بالإضافة إلى أي نشاطات إضافية فوق المعدلات البسيطة المعتادة، هذه قد تضيف إضافات إيجابية للوضع الصحي بشكل عام. أيضاً نظام غذائي متوازن، النظام الغذائي المتوازن بنقول إحنا مثلاً إذا كان لازم يكون في تنوع ما بين الخضروات والبروتين والكربوهيدرات، إذا كان الصحن دائري فنقسم الصحن إلى نصفين، نصف يكون خضروات بالكامل والنص الثاني يقسم إلى ربعين، ربع يكون بروتينات والربع الثاني يكون كربوهيدرات، بالإضافة إلى أي إضافات أخرى. بس يعني بشكل مبسط جدا نقدر نعبر عن هذا التعبير اللي هو الصحن الدائري المقسم إلى هذه الأجزاء، أنه يشكل إلى حد ما الوجبة الغذائية المتماثلة المتوازنة. أيضا تخفيف الوزن، ودكتور حسين إن شاء الله يعطينا فكرة، بس هو تخفيف الوزن من 5-10% بيعطي نتائج جدا ممتازة في احتواء كثير من الأمراض إصابة بمرحلة السكري أو ما قبل إصابة السكري وغيرها من المشاكل. الإقلاع عن التدخين، في ارتباط كبير ما بين التدخين وارتفاع ضغط الدم، لأنه التدخين فيه مادة الكربون مونوكسيد اللي هي أول أكسيد الكربون، اللي هي لها علاقة أو لها قوة ارتباط قوي جداً بالهيموغلوبين أكثر من الأكسجين، وبالتالي بيرتفع نسبة أول أكسيد الكربون اللي هو له علاقة بزيادة نشاط الجهاز السيمباثاوي اللي فيصير في تسارف ضربات القلب وفي ضغط على عضلة القلب وفي أشياء أخرى كثيرة ممكن تؤدي في النهاية إلى ارتباط التدخين بحدوث ارتفاع ضغط الدم ناتج عن التدخين. أيضاً علاج التوتر والقلق، بنعالج القلق التوتري أو الاكتئاب، ونحاول نعطي بعض الأدوية اللي هي تسيطر على ارتفاع ضغط الدم. طبعا هذه الأدوية في عندنا مجموعة كبيرة من الأدوية، منها مدرات البول، منها مثبطات البيتا، منها يعني مثبطات قنوات الكالسيوم، أدوية كثيرة جدا، وهذه الآن أصبحت متاحة الحمد لله
وأصبحت أيضا متاحة باندماج بعض هذه الأدوية مع بعض في حبة واحدة، أكثر من دواء أو اثنين أو ثلاثة أدوية في حبة واحدة، تتيح للمريض سهولة تناولها بحيث أنه ما يكون في أي نوع من أنواع فقدانها أو نسيانها بسبب تعددها. إيش هي الطرق الوقائية؟ يمكن هذا أهم جزئية لازم أذكرها. هو أول حاجة طبعا ممارسة النشاط الرياضي، تخفيف الوزن حتى نصل الوزن المثالي اللي هو معامل كتلة يكون أقل من 25، نتبع النظام الغذائي الجيد ونسيطر على القلق والتوتر، نقلل من المحفزات والمنبهات اللي هي القهوة والقهوة والشاهي، أيضا الإغلاق يعني الامتناع عن التدخين مهم جدا. طبعا هذه هي بشكل عام النصائح العامة اللي احنا بنعطيها. طيب في بعض الأسئلة اللي هي قد تكون يعني في كثير من الأحيان بنشوفها أو بنواجهها من قبل المرضى في العيادة، يقول هل الضغط الانبساطي أخطر من الضغط الانقباضي؟ طبعا ارتفاع الضغط الانقباضي بيأثر تأثير أكبر من الضغط الانبساطي على الشرايين، وهو اللي ممكن يؤدي إلى إصابة الشرايين بالتهتك الداخلي وظهور جلطات، أو أنه تمزق في الأوعية أو في الطبقات المبطلة للشرايين، وبالتالي يصير في نوع من أنواع النزيف. لكن كل من الضغط الانبساطي والانقباض الاثنين مهمين جدا، ويجب أن نصل بهم إلى المعدلات الطبيعية اللي احنا قلنا عليها 130 على 80 وأقل. سؤال، هل يمكن الشفاء من ارتفاع ضغط الدم بشكل نهائي؟ طبعا نعم يمكن، إذا كان ارتفاع ضغط الدم ناتج عن توقف التنفس أثناء النوم، وبالتالي هو sleep apnea، إذا عالجنا المشكلة راح ينخفض ارتفاع ضغط الدم. أيضا إذا كان ارتفاع ضغط الدم بسبب بعض الاضطرابات الهرمونية، إذا عالجنا هذه المشكلة أيضا هيرجع الضغط للمعدات الطبيعية. إذا كان بسبب التدخين أو بسبب السمنة أو بسبب القلق والتوتر، هيكون في انخفاضات في ارتفاع في ضغط الدم. لكن عادة ضغط الدم بيستمر فترات طويلة لسنوات طويلة، قد يصل إلى مدى الحياة، لكن هدفنا الأساسي هو الوصول بضغط الدم إلى معدلات الطبيعية حتى لا نصل إلى مرحلة نجد نفسنا أمام مضاعفات خطيرة لا قدر الله على الدماغ، على القلب، على الشبكية وعلى الكلى. هل هناك تعليمات معينة في قياس ضغط الدم؟ طبعا مهمة جدا أنه وقت قياس ضغط الدم لازم تكون جالس على كرسي، ولازم اليد تكون ممتدة على طاولة، جهاز الرباط حق الضغط، جهاز الضغط لازم يغطي ثلثين الذراع، ولازم يكون جهاز الضغط على مستوى القلب، ما يكون شارب الشخص نفسه ما يكون شارب القهوة أو الشاي أو مارس نشاط رياضي خلال 30 دقيقة، بيكون في حالة استرخاء تام، ما يحط رجل على رجل، وبالتالي قياس الضغط ممكن يكون بالطريقة الصحيحة اللي ممكن يعطينا القراءات. ودائما ننصح جميع أفراد المجتمع أن يكون عندهم الجهاز الضغط الإلكتروني اللي هو المعتمد الآن كأحد الأجهزة المفترض تتوفر في كل البيوت وكل الأسر، ويتم الاعتماد على هذه الأجهزة لأنها هي قد تكون أفضل الأجهزة لقياس الضغط والتعرف على ارتفاع أو انتظام الضغط الدم أكثر من الأجهزة الموجودة في المستشفى، لأن المريض لما يجي المستشفى يدخل في حالة من القلق والتوتر، وبالتالي يعني يتم تسجيل قراءات مرتفعة قد لا تكون هي القراءات الصحيحة قد القراءات الموجودة في البيت. هل يمكن التوقف عن تناول الدواء عند التحكم بقراءة ضغط الدم في المستوى الطبيعي؟ هذا سؤال كثير بنسأل، وحقيقة ما نقدر نوقف أدوية الضغط إلا تحت ظروف معينة تحت إشراف طبي، بعد ما نتأكد من زوال المسبب الأساسي الطبيب ينصح المريض يستمر على ارتفاع ضغط الدم. في كثير من المرضى بيأخذوا الأدوية وبيقول دكتور خلاص ضغط الدم وصل المعدلات الطبيعية، طبعا ما وصل المعدلات الطبيعية إلا تحت تأثير هذه الأدوية، مجرد أن يوقفها لفترة من الفترات يبدأ الضغط يرتفع مرة ثانية. وأسوأ شيء في ارتفاع ضغط الدم هو التذبذب بين الارتفاع والهبوط وارتفاع في الهبوط بسبب عدم انتظام المريض في أخذ العلاج بشكل جيد. هذا تقريبا كل ما عندي من معلومات بسيطة، أتمنى أن أكون وصلتها لكم بطريقة سلسة وبسيطة، وأتمنى إن شاء الله يكون في حوارنا القادم خلال ساعات النقاش في مزيد من التفاصيل لأي ملاحظات أو أي استفسارات. أشكر لكم جزيل الشكر على حسن استماعكم، وأتمنى لكم أمسية جميلة. شكرا جزيلا دكتور أشرف، محاضرة قيمة، محاضرة مليئة وغنية بالمعلومات، وليست محاضرة بسيطة كما قلت، إنما هي محاضرة فعلا أنا شخصيا استفدت من هذه المعلومات، وفي معلومات أول مرة تمر علي
فشكرا جزيلا على هذه المحاضرة القيمة. الآن نتشرف أيضا بتقديم سعادة الدكتور حسين بدوي لتقديم عضو مجلس إدارة المجموعة السعودية لدراسة السمنة لتقديم محاضرته التي ستكون بعنوان السمنة بوابة للأمراض المزمنة. فنرجو أن نستفيد منها جميعا. فتفضل دكتور حسين. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني أسعد الله مساءكم جميعا ابتداء من الضيوف الكرام والصحفيين الأعزاء الذين نعتبرهم أخوة وزملاء في نقل المعلومة الصحيحة الموثقة إلى الشعب كافة، وعلى رأسهم المرضى المصابين بالسمنة وذويهم. طبعا أشكر اللجنة المنظمة ابتداء من الأستاذ أبو عبد الرحمن والدكتور خوجة على يعني دعوتهم الكريمة التي لا ترد. وطبعا أنا حاطط في بالي أنه أنا يعني إيش حبدأ حديثي في آخر الليل، ولذلك قلنا إحنا حنحاول نسهل المادة المعطاة في قضية مهمة جدا خاصة في بلدنا الحبيبة. السمنة يعني لعقود كانت يعني مصنفة أنها حالة ليست صحية، وإنما حالة جسد في وقت من الأوقات، أنه قد الواحد أن يزيد في وزنه ويكون في طور السمنة. الذي حدث في 2013 أنها صنفت كمرض، وهذا المرض له مضاعفات، وهذه المضاعفات هي تنبثق منها ارتفاع ضغط الدم والسكر وكثير من الأمراض الاستقلابية التي سنتناولها في هذه المحاضرة. فبداية أنا أخوكم حسين البدوي، استشاري غدة صماء أيضا، وأعمل في مجمع عيادتي وعيادات انترمت في جدة. إذا أحببت أن أسأل سؤال، إنه كيف نعرف السمنة طبيا وكيف نصنفها؟ منذ الستينات والسبعينات أنه كان تعريف السمنة يطلق على وحدة كتلة الجسم، يعني هي معادلة بسيطة حيث نأخذ خلينا نقول وزن الإنسان بالكيلوغرام، ونقسم هذا الرقم على مربع الطول بالمتر، ينشأ لدينا رقم. هذا الرقم إذا وصل إلى 30 فما فوق صنف الشخص إنه عنده مرض السمنة، أو خلينا نقول إنه كان في طور السمنة. ثم بعد ذلك كان في تصنيفات للسمنة من الدرجة الأولى، اللي هو يطلع الرقم ما بين 30 و35، فوق 35 إلى 40 يصنف إنه في الطور الثاني، والطور الثالث من السمنة اللي هو إذا وصل الرقم هذا إلى 40 فما فوق. وهذا الطور الثالث اللي احنا نعرفه بأنه السمنة المفرطة، لأنه ساعتها يعني كثير من الأمراض تبدأ أنها تظهر في هذه المرحلة. طبعا الوزن الطبيعي أو الصحي يصنف أنه إذا كان الشخص ما بين 18.5 و 25، وما بين 25 و 30 يعرف الشخص أنه في مرحلة الوزن الزائد. لكن التعريف الجديد الذي أطلق منذ العام الماضي هو مرحلة قبيل السمنة، كما أن داء السكري فيه مرحلة الآن صرنا نعرفها نسميها قبيل السكر. الآن صرنا نقول إنه مرحلة قبيل السكر أو قبيل آسف السمنة هي مرحلة الوزن الزائد، لأن أغلب الناس إذا وصلوا إلى هذه المرحلة طبيعة الحياة تجعلهم إنه هو يستمروا في زيادة الوزن والوصول إلى حد السمنة. طبعا الخارطة هذه تظهر العبء العالمي لمرض السمنة. هذه آخر دراسة كانت في 2016، اللي تقديريا من أكثر من جهة علمية وصحية عالمية اشتركوا في دراسة، يعني نشرت في أحد المجلات اللي هي اسمها لانست العالمية العلمية، أظهرت أنه زي ما أنتم شايفين أنه باللون الأخضر هي البلدان التي معدلات السمنة فيها
في الأخضر الغامق إنها أقل من 5%، أخضر الفاتح من 5 إلى 10%، وتمتد إلى الألوان الغامقة البرتقالية هذه اللي يصل فيها معدلات السمنة إلى أكثر من 35% من الشعب، أي أكثر من ثلث الشعب. وهذه للأسف نراها بارزة هنا في بلدان الخليج ومن ضمنها المملكة العربية السعودية، إضافة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. طبعاً قبل سنتين أو ثلاث كان عندنا اجتماع الدول العظمى الـ20 أو الـG20 التي كانت افتراضية برعاية المملكة العربية السعودية، وأيامها دعيت أنا إلى المكسيك لتناول موضوع السمنة. وإذا رأيته هنا الـ20 دولة، طبعاً للأسف نحن نتصدر القائمة في معدلات السمنة. طبعاً يوجد مجال لتحسين هذه الأرقام. هو السؤال الذي قد يطرح نفسه، هل هذا معلم خطر، أو هل هذا مؤشر خطر؟ هل السمنة أصلاً حالة خطرة؟ أعيد تعريف السمنة من قبل منظمة الصحة العالمية، ونعتذر أن أنا وضعت التعريف باللغة الإنجليزية فقط من باب الدقة في النقل، لكن يعني هنا منظمة الصحة العالمية يعني عرفت السمنة بأنها حالة فرط في زيادة الكتلة الدهنية التي تؤدي إلى دكتور حسين الصوت سلبية في الإنسان. دكتور حسين الصوت قطع عندك، تفضل. أي بالنسبة لمنظمة السمنة العالمية، أيضا هي جمعية جديدة خصصت أو سخرت نفسها لدراسة السمنة في أنحاء العالم ونشر الوعي عن السمنة، وعرفت السمنة بأنها مرض مزمن ويتكرر، أنه يعني إيش، هي فعلا صلب مرض السمنة، هي الظاهرة التي يشتكي منها كل مرضى السمنة، أنه هو والله أنا أنزل وزني يقوم يرجع ثاني بعدها بأسبوع ولا بشهر أو بشهرين أو بسنة وسنتين. فهذا دليل أنه هو مرض السمنة يعني يعمل كباقي الأمراض المزمنة، فهي ليست حالة صحية مؤقتة، وعلاجها ليس بالسهل الممتنع الذي كنا نظن في العقود الماضية. هذه كل المنظمات العالمية التي استخرت نفسها لدراسة السمنة في شتى أقطار البلدان، أوبستي كندا اللي هي السمنة في كندا، المجمع الأمريكي للطب، هيئة الدواء والغذاء الأمريكية. أنا وضعت هنا التعريف الاصطلاحي الذي يستعمل أو تستعمله هذه الجمعيات بالنسبة للسمنة. كما ذكرت لكم في البداية، كان التعريف المتعارف هو السمنة رقم، أنه هو المعادلة اللي وردتكم هي اللي هي الوزن على المربع الطول، لكن الآن أصبح للسمنة تعريف، وللأسف هو تعريف سلبي من ناحية أنه يذكرون فيه أنه إما أنها مرض، أو أنها مرض مزمن، أو أنها تؤدي إلى مضاعفات سلبية. فهذا دليل أنه العالم الآن أجمع أن السمنة هي مرض، ولا بد أن نتعامل معها كمرض، وليس فقط مرض، وإنما مرض مزمن يهدد صحة الإنسان. هنا بعض الدراسات الجينية التي نظرت في موضوع الدهن وتراكم الدهن في جسم الإنسان. طبعاً الشحم والكتلة الشحمية قد تخزن في بعض الأماكن مثل تحت الجلد، فهذه أشعة مقطعية لو تشوفوا هنا باللون الأصفر هي أي كتلة شحمية، فمعروف أنه تحت الجلد مباشرة في طبقة من الدهون، وأيضاً هناك بعض الدهون التي تحيط بالأحشاء. إذا أخذنا رجل يعني كان متوسط العمر 40 أو 50، ولقينا أنه وزنهم كان متماثل،
وزنهم مثلا انه هو 70 كيلو في الشخص على اليمين والشخص على اليسار، لكن وجدنا انه توزيع الوزن هنا انه هناك كتله شحميه اكثر سواء كانت حول الاحشاء او تحت الجلد، مقارنه بشخص كان عنده الشحم الحشوي اقل، هنلاقي ان الشخص اللي عنده احشائه متراكمه دهون معرض اكثر لمرض السكري من النوع الثاني. من هنا وجدنا انه يعني السمنه هو احد العناصر المؤديه الى داء السكري بشكل عام، وخاصة إذا كانت السمنة هذه اللي هي عبارة عن تراكم في الدهون تخزنت في الدهن الحشوي الذي يحيط بالأعضاء، خاصة إذا كانت تحيط بأعضاء الكبد أو المعدة أو البنكرياس، فوجد أنها تطلق بعض الهرمونات التي تضعف عمل هذه الأعضاء. مضاعفات السمنة وجدنا أن على مدى 10 إلى 20 سنة من الدراسات أن السمنة مرتبطة ارتباط وطيد بأكثر من 51 مرض، وفي آخر دراسة اللي صدرت منذ 3 سنوات أنه يمكن ربط السمنة بحوالي 200 حالة مرضية. من المضاعفات المباشرة التي وجدناها والتي أيضا الآن أصبحنا نفحص ونحاول الكشف عنها مبكرا لدى مريض السمنة هي التي هي على تصيب الجهاز الدوري، وبالمناسبة يعني أكثر مرض مزمن يعتبر أنه على علاقة وطيدة بالسمنة وزيادة الوزن هو مرض ارتفاع الضغط. فأكثر الناس اللي عندهم مرض الضغط بيكون يصاحبهم شيء من زيادة الوزن والسمنة، ولذلك أول خط علاج زي ما تفضل الدكتور أشرف في محاضرته الرائعة كانت تغيير نمط الحياة لتقليل الوزن، سواء كانت بتقليل النشويات أو تقليل الملح، لأنه تقليل كيلو واحد من الوزن قد يقلل من ضغط الدم بمعدل مليمتر زئبقي. طيب هنا أنا صنفنا إحنا المضاعفات السمنة بأنها إما استقلابية مثل ارتفاع الكوليسترول أو السكر أو حتى التشحم الكبدي، أو إلى مضاعفات ميكانيكية ناشئة عن زيادة الوزن مثل الحمل الذي يوضع على الظهر مما يؤدي إلى آلام الظهر أو خشونة المفاصل في الركب، أو أيضا الحموضة والارتجاع المريئي لأن هناك كتلة شحمية تضغط على المعدة فبالتالي تجعل العصارة المعدية أسهل في الوصول إلى المريء والإحساس بالإعياء هذا. أيضا الاختناق النومي بسبب أنه هو زيادة الحجم البطني بالشحم يجعل أنه هو الحجاب الحاجز معاق في حركته ويؤدي إلى شيء من الصعوبة في التنفس أثناء النوم. علاج كل هذه قد يعني أنه بإنقاص الوزن يقلل من مضاعفات السمنة. من المضاعفات الخطيرة التي تنشأ من السمنة والتي تؤدي إلى الضغط ارتفاع الضغط زيادة معدلات الجلطات بمعدل 3%، أيضا ارتفاع معدل الأزمات القلبية بما يعادل 21%، وأيضا مرض خطير صامت وأرجو إن شاء الله يوما ما نتحدث عنه التشحم الكبدي، لأن التشحم الكبدي يؤدي في مراحل الأخيرة إلى التليف الكبدي، وهذا يعني يصيب 30% تقريبا من المصابين بالسمنة في العالم العربي. أيضا قلنا حوالي ضغط الدم حوالي 50%. طيب هل يجب أن يعالج أو أنه يشفى تماما الشخص من السمنة عشان يتحسن المضاعفات هذه أو الأمراض التي تنشأ عن زيادة الوزن؟ ليس بالضرورة إنقاص الوزن بدرجة كبيرة. فمثلا السكر من النوع الثاني اللي يصاحب السمنة وزيادة الوزن والعمر، نقول إنه إذا واحد إنه نقص
وزنه بمعدل 10%، يعني لو كان وزنه 100 ونزل إلى 90 قد يتحسن مؤشرات السكر هنا، وقد يشفى تماما إذا وصل إلى حوالي 15% من الوزن. أيضا الضغط إذا نزل الواحد، يعني ونراها كثير في الناس اللي يعالجوا السمنة بجراحات التكميم التي تصل إلى 30% في انقاص الوزن، أنه قد يستغني عن علاج الضغط بسبب انقاص الوزن بما يعادل أكثر من 15%. التشحم الكبدي ليس له دواء، ولكن علاجه هو انقاص الوزن، ولذلك انه تحسن انزيمات الكبد وصحه الكبد تتحسن بانقاص الوزن بما يعني اذا نقص الوزن بمعدل 10 الى 25 الى 40%. هناك داء هرموني اللي هو يسموه تكيس المبايض عند بعض البنات خاصه الشابات في مقتبل العمر او في سن الزواج، بحيث تتلخبط الدور عندهم. غالبا هذا المرض يصاحبه زيادة في الوزن، انقاص الوزن مجرد 5 إلى 10% قد يحسن من هذه الأعراض. ولله الحمد العام الماضي أنا كنت جزء من مجموعة أمامكم هنا بقيادة البروفيسور عبد الرحمن الشيخ من جامعة الملك عبد العزيز والدكتور سعود السفري في جامعة الطائف ومجموعة من الزملاء من حول المملكة، وضعنا التوصيات العلمية لعلاج وكيفية التعامل مع زيادة الوزن والسمنة في المملكة العربية السعودية، وتم نشرها في نهاية العام الماضي، وفيها كل تفاصيل العلاج ابتداء من الحمية إلى الحركة إلى استعمال الأدوية إلى الجراحات بأشكالها. طبعاً لن أتطرق إليها، ولكن يمكن ندعوها كمفتاح للنقاش في فترة الأسئلة. هذه أحد التوصيات اللي هي ذكرنا فيها العلاجات التي يتحدث عنها كثير من الناس، مثلا عقار الليراجلوتايد وعقار السلماجلوتايد التي تعطى عن طريق الإبر، بأنها علاج محبث يستعمل كعامل إضافي إلى الحمية والحركة ونمط الحياة الصحي. فهي الحالة ما تغنينا عن يعني الانخراط في نمط تغذوي مفيد وصحي، ولكنها آمنة، وهي من الأشياء اللي هي توصي بها الجمعية في أي أحد يعاني من مسألة زيادة الوزن والسمنة. هنا بعض الدراسات التي أظهرت منافع استعمال هذا العقار. هذا العقار يوما ما على سبيل المثال هنا الليراجلوتايد كان يوما ما يعالج السكر، ولما استخدمناه في مرض السمنة وجدنا أنه بالخط الأزرق هنا حنلاقي أنه معدلات التحور والتطور من السمنة إلى داء السكري كانت أقل مقارنة بالأشخاص الذين لم يستعملوا الدواء على مدى نتكلم على 2 إلى 3 سنوات. فهذه الدراسة اللي كانت اسمها سكيل كانت دراسة سريرية، أخذوا أشخاص عندهم داء السمنة وعطوهم جزء منهم عطوهم العلاج العقار وجزء منهم ما عطوهم العلاج، فوجدنا أنه هناك منفعة إضافية زيادة على إنقاص الوزن، ولكن تأخير مرض السكري الذي هو منتشر متفشي في الخليج كانت يعني تعتبر نقطة إيجابية قوية تستدعي فعلا نصح المرضى الذين يعانون بالسمنة باستعمالها من باب الوقاية. درجة الأمان فيها استعمال هذه الأدوية أثبت في من خلال التجارب السريرية طويلة المدى أنها لا تؤدي إلى أي مشاكل في الجهاز الدوري، حيث كان يوما ما أنه هو في تخوف أنها ممكن تأثر على القلب أو غيره، لكن فوجئوا أن استخدام العلاج هذا أنه قد يقلل من الجلطات القلبية بما يعادل 12 إلى 13%، وهو علاج زي ما قلنا وقائي للسمنة وعلاجي للسكر. أيضا وجدنا أنه لم يؤدي إلى زيادة لا حالات التوتر أو القلق أو الاكتئاب التي قد يشتكي منها بعض الناس، والشيء الأهم أنها لم تؤدي إلى تسرطن خاصة فيما يخص الغدة الدرقية التي قد يتحدث عنها بعض الناس. أغلب الأعراض الجانبية في هذه الإبر كانت تتعلق بالجهاز الهضمي، أنها تؤدي إلى شيء من الغثيان وتقليل الشهية، لأنها هي عبارة عن
مادة تشبه هرمون الشبع الذي نحن نصنعه، فيؤدي إلى إحساس الشبع المستمر، فيؤدي إلى شيء من الغثيان أو شيء من عدم تقبل الطعام بالكمية التي كنا نستعملها. أنا سأقف هنا لأعطي لكم فترة كافية للنقاش، وكان الغرض حقيقة فقط إثراء يعني النقاش بشيء من المعلومات اللي أرجو أنها تكون جديدة ومفيدة، وشاكرين على حسن استماعكم. شكرا جزيلا دكتور حسين، كان فعلا إثراء وكان يعني شيء مهم، وبالذات كلامك عن التشحم الكبدي دكتور حسين. التشحم الكبدي فعلا كثير يغفل عن مخاطره وعن أنه فعلا قاتل صامت من غير ما أحد يعرف، فأعتقد أنه محتاجين بعد كده أن نركز عليه في أكثر من مناسبة عشان نقدر يعني نوصل رسالة كمان للمجتمع مهمة عن موضوع التشحم الكبدي. وشكرا لك على هذه الإضافة المهمة. سمحت لي أستاذ حسن. شكرا جزيلا لكم دكتور أشرف ودكتور حسين على هذه المحاضرة القيمة. والآن نحن موجود معنا ما شاء الله تبارك الله مجموعة من الأخوة الصحفيين المرموقين، طبعا استقدمهم في المقدمة سعادة الدكتور عبد الحفيظ خوجة رئيس أو المشرف العام على الملحق الطبي في صحيفة الشرق الأوسط، وأنا قدمت الدكتور عبد الحفيظ على الأخوة تقديرا وتبجيلا لكبر السن وكبر المقام كاستشاري أيضا طب مجتمع. معنا أيضا زملاء الأفاضل دكتور ماجد بخش من صحيفة المدينة، الدكتور الأستاذ راشد السكران من صحيفة الرياض والمشرف العام على صحيفة كل الصحف، أيضا معنا الأستاذ محمد حميد من بيزنس كورنر، والأستاذ صلاح أبو الوفا مجلة التجارة، أستاذ نجلاء الحربي من صحيفة الوطن، والأستاذ رشاد اسكندراني من عيون العالم، وكذلك الأستاذ ولاء حداد من مجلة سيدتي، والأستاذ محمد حلمي من صحيفة البلاد، والأستاذ عبدالله دماس من صحيفة الجزيرة، والأستاذ محمد الفقي من صحيفة المؤشر، أيضا معنا الأستاذ عصام هاشم من صحيفة الغذاء والدواء. وأرجو أن لا أكون قد نسيت أحد من الزملاء أو من الأسماء، فليسامحوني إن كنت نسيت أحدا، فالأسماء كثيرة. نرحب بالأخوة الزملاء الصحفيين معنا، ونفتح الباب للنقاش والأسئلة مع الصحفيين ومع الأطباء المتحدثين. وأرجو من الزملاء الصحفيين أن يعني كل من يرغب في طرح سؤال أن يرفع يده لكي يعني نفتح المجال للنقاش. يعني نبدأ إذا ممكن من يريد السؤال. أستاذ نجلاء الحربي من صحيفة الوطن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أول شيء أشكركم صراحة على هذه الندوة والحملة هذه، صراحة معلومات مهمة والكل يحتاجها في حياته. عندي أنا السؤالين، السؤال الأول يختلف أيضا غذائي على حسب المرحلة العمرية، حيث يقل كثيرا بعد 40 وخصوصا عند النساء. كيف نتعامل مع هذه المشكلة والتي تتسبب في تراكم الدهون وصعوبة التخلص منها؟ السؤال الثاني، أنا ملاحظة يعني بحياتنا اليومية بما نتكلم عن ارتفاع ضغط الدم، إنه كثير من الناس يعني وكثير من النساء بالذات إنهم لما تعاني من ارتفاع ضغط الدم تقول لك أنا أروح أخذ عشبة مثل كركديه، مثل الأشياء هذه اللي بتنزل الضغط أو اليانسون. هل هذه لها مخاطر أو لازم الشخص يعتمد على دكتور ويعالج دكتور علشان يعطيه العلاج المناسب؟ بس شكرا. طيب سؤالك لمين أستاذ نجلاء؟ دكتور أمير الأول. أيوة. حق أيضا الغذائي، والثاني للدكتور حسين. أيوة نعم. طيب أعتقد أن سؤالي هو الثاني، ضغط الدم، والدكتور حسين هياخذ موضوع ضعف العمليات الأيضية عند كبار السن. خليني نبدأ بالسؤال أختي نجلاء. ارتفاع ضغط الدم، بعض الناس يلجأوا إلى استخدام بعض المواد العشبية أو بعض المستحضرات من العطارة أو بعض المستحضرات زي مثلا الكركديه وغيرها. هذه أشياء معروفة ويعني مستخدمة يعني في الطب الشعبي أو الطب البديل، ولكن حقيقة إحنا نتحدث عن مشكلة
صحية ممكن تلقي بظلالها في تدهور الوضع الصحي بشكل كبير، وحدوث مضاعفات خطيرة بسبب ارتفاع ضغط الدم، منها جلطات الدماغ، جلطات القلب، منها الفشل الكلوي، منها أشياء كثيرة ممكن تحدث. فلا بد من استشارة الطبيب بالدرجة الأولى وقت رصد أول ارتفاع في ضغط الدم، حتى يتم تقييم الوضع بشكل جيد وصحيح مبني على منهجيات وأسس علمية صحيحة تعطي الأمان وتعطي الثبات في وضع خطة منهجية لاحتواء المشكلة في مراحل مبكرة من غير ما تكون في مضاعفات. حقيقة ما في مريض زي الثاني. إحنا الآن بنعيش عصر أنه كل مريض له خطة العلاجية الخاصة به، سواء من خلال احتياجه الجسدي، خلال احتياجه الفردي، الاجتماعي، المالي، أمور كثيرة جدا تلعب أدوار كبيرة في جعل الطبيب يختار الخطة العلاجية المناسبة للمريض. فطبعا المريض في البداية يقيم من قبل الطبيب، بعدين يسوي فحوصات مخبرية وبعض الفحوصات الإشعاعية، وبعد كذا الطبيب يضع العلاجات الدوائية. قد يكون من ضمن العلاجات الدوائية بعض المستحضرات إذا كان أقرها الطبيب التغذية، لأنه إحنا الآن بنتحدث عن فريق عمل متكامل. الآن إحنا في عصر التكامل من خلال فريق متعدد التخصصات يعالج مريض الضغط، ليس فقط طبيب القلب ولا طبيب الأسرة ولا الطبيب العام ولا طبيب الباطنة، بل أيضا طبيب التغذية، طبيب العلاج النفسي والسلوكي، طبيب المثقف اللي هو يساعد على تبني النشاط الرياضي الحركي. فهذا التكامل في فريق العمل راح يعطي الفرصة لهذا المريض أن يحصل على خطة علاجية متكاملة. نرجع مرة ثانية لموضوع الكركديه. صحيح في الكركديه يعني معروف أنه يسبب انخفاض في ضغط الدم، لكن ما هو الانخفاض الكبير اللي إحنا ممكن نعتمد عليه، وبالتالي يصير في عزوف من أفراد المجتمع إلى تلقي العلاج الصحيح من خلال الأطباء المختصين في هذا المجال. أتمنى أن يكون جاوبت على سؤالك. طيب موضوع التغذية يعني طبعا موضوع يطول، لكن زي ما تفضل الدكتور أشرف أن تفصيل الخطة العلاجية زي ما إحنا بنفصل الثوب يعني هو أول نقطة، وهي نقطة الانطلاق للتعرف على هذا الشخص ومحاولاته السابقة. النساء نعم بشكل عام خلينا نقول إنه معروف إنه مقارنة بأقرانهم في نفس العمر من الرجال كفاءة الحرق عندهم بتكون أقل، وذلك يعزى إلى قلة الكتلة العضلية عند النساء مقارنة بالرجال في أغلب الأحيان. النساء بعد سن الطمث للأسف تحصل هناك إعادة هيكلة للكتلة الشحمية، وهذه تؤدي إلى أحياناً زيادة في الكتلة الشحمية خاصة في منطقة الأرداف وما تحت الصرة، وهذه صعب حقيقة بالتغلب عليها بالغذاء أو بالنمط التغذوي، ويحتاج حقيقة إلى تمارين إضافية تؤدي إلى زيادة الكتلة العضلية في هذه المنطقة. طبعاً الشخص اللي كان عنده زيادة وزن معرض، أو المرأة التي كان عندها زيادة في الوزن معرضة أكثر للسمنة في هذه المرحلة، لكن هناك نصائح كثيرة أخواتنا من وأخواننا من أخصائي التغذية يستطيع أنه يساعدوا في توزيع مكونات الغذاء، خاصة في زيادة الكتلة البروتينية التي لا تؤدي إلى زيادة الكتلة الشحمية، وإنما تساعد على الشبع المبكر وتقليل الاعتماد على النشويات. شكرا دكتور حسين. حقيقة ما شاء الله عندنا مجموعة من الكبيرة من الأسئلة في الشات، ولكن في مع يعني لدينا سؤال مع من الدكتور عبد الحفيظ فوجة والأستاذة ولاء، فنبدأ مع الدكتور عبد الحفيظ. تفضل دكتور عبد الحفيظ. شكرا أستاذ حسن. بداية طبعا الشكر للتنظيم لمثل هذه المناسبة الصحية المفيدة جدا، وأنا سعيد جدا بتواجدي بين الأطباء وبين زملاء الصحفيين الكرام. عندي سؤالين، سؤال للدكتور أشرف وآخر للدكتور حسين. دكتور أشرف، في مشكلة عندنا إحنا
نواجهها في عياداتنا دائما من قبل المرضى، وهي أن المريض بمجرد ما أن يشعر بالتحسن يتوقف، أو أنه يقيس الضغط ويرجع للمعدل الطبيعي، يتوقف عن تناول العلاج الموصوف له، فيأتي للطبيب بمضاعفات قد تكون خطيرة جدا لا قدر الله. كيف يمكن التغلب على هذه المشكلة؟ وأنا أعلم كطبيب مثلكم بأن عياداتنا والوقت ضيق جدا في توجيه التثقيف المطلوب والتوعية للمريض بأن هذا مرض مزمن وليس له شفاء مباشر، إنك تأخذ اليوم الدواء وبكرة أو بالشهر التالي تكون تماثلت للشفاء. السؤال الثاني لكم دكتور حسين، في الحقيقة يعني أنت تكلمت عن مشكلتين كلاهما بوابة للأمراض، داء السكري بوابة للأمراض والسمنة هي أيضا بوابة للأمراض. كيف تتم إدارة علاج مريض بالسمنة والسكري معا؟ وما رأيك دكتور حسين في الأدوية الحديثة التي توفرت في الأسواق على شكل حقن وقد تعالج الحالتين معا؟ شكرا. طيب دكتور عبد الحفيظ، أولا شكرا جزيلا على هذا السؤال القيم، لأنه هذا يلامس واقعنا في ممارساتنا الطبية مع كثير من أفراد مجتمعنا. للأسف الكثير بيعتقد أنه مجرد الوصول إلى معدات الضغط الطبيعية تتيح له الفرصة عن الاستغناء عن الدواء. طبعا هذه معلومة خاطئة، وإن كانت في بعض الأحيان صحيحة زي ما ذكرنا أنه المريض ممكن يستغني عن الدواء إذا كان في نزول في الوزن كبير بعد سمنة تم التحكم فيها بطريقة أو بأخرى، أو بعد علاج مشاكل صحية لها علاقة باضطرابات هرمونية أو مشاكل في الكلى. هذه الإجراءات التصحية قد تصل بالمريض إلى حد ما إلى التحكم في الضغط بشكل طبيعي من غير الأدوية، لكن هذه لابد أن تخضع لرأي الطبيب المختص في اتخاذ هذا القرار حتى يؤمن سلامة المريض باتخاذ قرار إيقاف العلاج. طبعا علاج المشكلة دكتور عبد الحفيظ هو رفع وعي وثقافة أفراد المجتمع، بالذات الفئات المهددة أو الفئات المعرضة لخطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم. طبعا زي ما ذكرت أنه الطبيب بيضع الخطة العلاجية، لكن هناك في مثقف صحي له دور مهم جدا في ظل ان احنا كأطباء ما عندنا اكثر من 15 دقيقة نعطيها للمريض، وبالتالي ما راح نعطي كل الجرعات التثقيفية اللي يحتاجها المريض حتى نجاوب على كل استفساراته ونلبي كل احتياجاته. فهناك احد افراد الفريق الصحي اللي هو المثقف الصحي عنده متسع من الوقت وعنده ادوات توعوية وتعليمية تصل بالمفهوم بالمعلومة الصحيحة الموثقة الى المريض. أيضا عندنا الأخصائي التغذية له دور كبير، المعالج النفسي، المدرب لإعادة تأهيل هذا المريض لممارسة النشاط الرياضي وعلاج يعني قلة الحركة عنده بطريقة يعني متكاملة. فالتكامل الآن اللي بنشهده في أعضاء الفريق الطبي لكل واحد منه يؤدي إلى إتمام جزء مهم جدا في تكامل الخطة العلاجية. بالتأكيد بإذن الله سنصل إلى الهدف في وقاية المريض والحفاظ على صحته ومنع حدوث المضاعفات لا قدر الله. بارك الله فيك دكتور حسين. طيب أشكركم على السؤال المهم، والذي يعني أتوقع أنه هو حديث المجالس حتى في البيوت، لأن يعني هي مفتاح لمشكلة كبيرة. فالأدوات اللي احنا ذكرتوها من عقاقير على شكل إبر، نعم كانت يوما ما كما ذكرت لكم في المحاضرة علاج لمرض السكر، لكن لما وجدوا أنه مرض السكر بينحفوا ويقل وزنهم فيها قاموا بدراسات على مرض السمنة المعرضين للسكر، وجدوا أنه نفس النتيجة حدثت، نزول في الوزن بعنصر أمان كبير أدى إلى علاج السمنة أو الخروج من دائرة السمنة إلى أوزان في وضع أصح. منذ 2013 يوم ما عرف الداء بأنه مرض إلى يومكم هذا أطلقت حوالي 6 أدوية في العالم، وتقريبا كل سنة أو سنتين
بيخرج علاج جديد، لأنه الأبحاث بدأت تهتم بموضوع السمنة خاصة في مرضى السكر، لأنه أغلب مرضى السكر زي ما ذكرنا أن هم جاءوا من أو منشأهم كان بسبب السمنة المزمنة. فالحمد لله الشهر الماضي وصل إلى المملكة أحد، نحن المملكة كانت ثالث دولة في العالم تحصل على هذا العقار الأسبوعي اللي يساعد في ضبط السكر والسمنة سويا. فنأمل إن شاء الله نكون دائما في مقدمة الدول في علاج السمنة. طيب دكتور حسين، ما خطر استخدام هذه العقاقير من قبل المريض يروح للصيدلية ويأخذها دون المتابعة ومعرفة الخلفية الصحية عنده يستخدم هذه الأدوية؟ يعني ما خطورة ذلك؟ طبعا الأساس أنه هو أي شيء من صنع الإنسان أكيد أنه هو حيكون فيه شيء من الخطورة، وإن كانت المضاعفات أو الأعراض الجانبية التي تأتي من بعض الأدوية نادرة جدا، إلا أنه من حق المريض أن يعلم بمدى الخطورة وأن يتلقى المعلومة هذه من شخص مرخص في هذه الصنعة وهو الطبيب المعالج. قد تخفى على الصيدلي بعض الأمراض الصحية التي لدى الشخص الذي يريد أن يتعاطى هذه المواد، وبالتالي أنه الصورة قد لا تكون كاملة في النصح، وقد لا تكون هي أفضل طريقة للحصول على هذه العلاجات. ولذلك ننصح دائما أن الطبيب خاصة في مراكز الرعاية الأولية أو طب الأسرة أو الطب الباطني، كلهم ما شاء الله في الفترة الحالية ملمين بداء السمنة كمرض، ويعني بجهود أمثالكم وأفضالكم ممن سبقونا في عالم طب الأسرة وأمثال الدكتور أشرف أمير من خلال جمعيات طب الأسرة والتثقيف، حقيقة الكادر الصحي الناشئ في برامج الزمالة والتدريب الآن أيضا ملمين وينظروا إلى السمنة كأنه مرض وليس أنه حالة تجميلية أو أنه مرض شكلي. ولذلك يعني أرى أنه خطر، وأن الدولة قامت بوضع بعض الطرق وصمامات الأمان بوضع ضرورة وجود وصفة طبية من قبل طبيب مرخص قبل صرف هذه الأدوية. شكرا لكم. شكرا جزيلا دكتور حسين. الآن كمان أيضا معنا الأستاذة ولاء حداد من مجلة سيدتي، ثم ننتقل بعد ذلك إلى الأسئلة الموجودة من الأخوة الزملاء على الشات Q&A. فتفضلي أستاذة ولاء. يا هلا وسهلا جميعا، يعطيكم العافية، وما شاء الله المعلومات شاملة ووافية وكافية. أنا بس عندي سؤال كوني شوية بهتم بجانب الأرقام، هل من إحصائية حديثة لعدد المرضى خاصة في فئة الشباب، هل هم إناث أو ذكور أكثر؟ وهل لموضوع الوراثة أو زواج الأقارب علاقة بموضوع الإصابة بضغط الدم؟ وشكرا لكم. طيب أستاذ ولاء، شكرا للسؤال. طبعا على حسب الإحصائيات الموجودة عندنا ضغط الدم حوالي 15.2%، يعني هذه أحد القراءات، لكن تختلف لأنه الإحصائيات هذه كانت إحصائيات محدودة لم تشمل جميع مناطق المملكة، لكن أخذت من خلال بعض المراكز اللي تعتبر مرافق صحية، لكن هذه احنا نعتقد أن الأعداد أكبر بكثير من الأعداد المسجلة. الشيء الآخر طبعاً الوراثة لها دور كبير جداً في ارتفاع ضغط الدم، وبالذات إذا كانت ارتفاع ضغط الدم مرتبط ببعض المشاكل الصحية لها علاقة بأمراض عضوية أو جهازية معينة بتصيب أفراد الأسرة، بالتالي بتكون هذه أحد المؤشرات أن العامل الوراثي بيلعب دور يعني كبير. بالإضافة إلى إحنا عارفين إنه ضغط الدم من الأمراض الشائعة بحكم التقدم في العمر، بعد سن 50 بيصيب الأوعية الدموية نوع من أنواع التصلب والتيبس، وبالتالي تظهر النوع المعتاد، لكن في أنواع أخرى لها علاقة بمشاكل صحية أخرى. فيعني هذه يمكن أهم النقاط لها علاقة بالسؤال. أنا كنت بس أبغى أضيف نقطة مهمة جدا هنا، أنه إحنا اليوم نتحدث عن موضوع ضغط الدم والسمنة، ويمكن هذه أحد المشاكل الصحية الموجودة اللي بتؤدي وبتعرض أصحاب هذه المشاكل الصحية إلى ضعف المناعة واحتمالية الإصابة بمشاكل صحية لها علاقة بالأمراض المعدية والأمراض التنفسية.
وحقيقة بالإضافة لهذه المشاكل الضغط والسمنة، في عندنا مشاكل أخرى زي أمراض القلب، الناس اللي عندهم ضعف في المناعة، عندهم بيأخذوا بعض الأدوية المثبطة للمناعة، كبار السن، المرضى اللي هم بيتلقوا بعض العلاجات الكيميائية لعلاج الأورام، هذول كلهم مرضى عندهم مناعة ضعيفة، وبالتالي تكون عندهم قابلية للإصابة بكثير من المشاكل لا علاقة بالأمراض المعدية. ويمكن إحنا الآن بنمر بموسم الأمراض للجهاز التنفسي الفيروسية المنتشرة بكثرة، وعجبتني حقيقة أحد المبادرات الجميلة اللي بنسميها أعرف خطط وابدأ، أعرف أنك أنت أو أحد من المحيطين موجودين عندك عنده يعتبر من الفئات المعرضة للخطر، سواء كان كبير في السن أو عنده المشاكل الصحية اللي قلنا عليها بما فيها الضغط والأمراض المزمنة. فإذا تعرفت على هذه الأشخاص، سواء كنت أنت أحد الأشخاص أو المجاورين لك، ابدأ خطط بسرعة باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقايتك أو وقاية هذه الفئات باستخدام التوصيات، سواء كانت تطعيمات أو إرشادات وقائية معينة. وبعد كذا نبدأ في نشر الوعي والثقافة الصحية بالإضافة إلى استشارة الأطباء. فهذه أحد الحملات اللي أطلقت، والهدف منها هو حصر المستهدفين من أفراد مجتمعنا المعرضين لخطر الإصابة بهذه الأمراض، من ضمنهم الأمراض المزمنة اللي احنا نتحدث عنها الآن. شكرا جزيلا. طيب إذا تسمحوا لي الآن أنتقل للأسئلة الموجودة عندي ما شاء الله على الشات الـ Q&A، فنبدأ تسلسليا مع الزميل الأستاذ عصام هاشم من صحيفة الغذاء والدواء، بيسأل إذا كان أولا بيشكر على هذه الندوة المهمة، ويسأل هل عمليات السمنة كتغيير المسار والتكميم مثلا علاجا فعالا للسمنة، وما هي أكثر المخاطر المرتبطة بها؟ طيب نشكر الأستاذ عصام على السؤال المهم هذا. طبعا في فئات السمنة المفرطة نقول أن العمليات هنا نعم تعتبر علاج فعال، لأن طاقة الأدوية الموجودة والعقارات قد لا تخفض الشخص من طور السمنة المفرطة إلى الطور الطبيعي، ولذلك إنه يجوز أو هو أحد الحلول المتاحة لدى المريض، خاصة إذا كانت مثلا التكلفة صعبة أو الحصول على العلاج صعب، فهو علاج جائز استخدامه. طبعا أغلب الناس وأغلب الجراحين الآن أصبحوا يتطرقون إلى علاج التكميم أو اللي هو تصغير حجم المعدة، لكن كل ما زادت السمنة كل ما كان احتجنا إلى عملية يعني فعالة أكثر في إنقاص الوزن لدرجة أكثر، ومنها اللي هي تغيير المسار. طبعا كل شخص لابد أنه يتحدث مع الطبيب المعالج، خاصة الجراح في هذه المرحلة. نحن بصفتنا طب لا جراحي نحول هؤلاء الأشخاص إلى جراحين السمنة الثقات، بحيث أنه يأخذوا المعلومة كاملة من مصدرها. المخاطر ولله الحمد التقنية في عمليات التكميم وتغيير المسار تحسنت كثيرا عبر الثلاث عقود الماضية، وطول العملية أقل، ونسب يعني حتى في آخر مؤتمر كان مع جراحين السمنة السعودية كانت فرص أو المضاعفات الجراحية أقل من 1% التي تمثل هي الخطر الجراحي لأي عملية مثل الزائدة أو المرارة. فبالتالي التقنية الآن حديثة صارت وننصح بها لبعض المرضى. جميل. دكتور أشرف، أعتقد أنه هذا السؤال موجه لك من الأستاذ عبدالله الدماس صحيفة الجزيرة، فبيقول ما هي أبرز عوامل الخطورة التي تتسبب في حدوث مرض ارتفاع ضغط الدم؟ أي نعم، راح السؤال. ضغط الدم، وهل يجب أخذ أكثر من قياس لضغط الدم؟ طبعاً عوامل الخطورة زي ما ذكرناها أنه التقدم في العمر هذا واحد من عوامل الخطورة، السمنة، المدخنين، بعض الأمراض أمراض الكلى أو أمراض الغدد الصماء زي ارتفاع أو نشاط الغدة الدرقية، وغيرها من أمراض القلب، الشرايين الخلقية،
كلها من المشاكل الصحية اللي هي ممكن تؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم. بالتأكيد قياس ضغط الدم بطريقة صحيحة مهم جدا، وتقاس يقاس ضغط الدم على الأقل 3 قراءات يعني متباينة بفوارق زمنية معينة. يؤخذ المتوسط، وإذا كان ارتفاع ضغط الدم أكثر من 140 على 90 من فوق، فيشخص المريض أنه عنده ارتفاع في ضغط الدم. وأصبح عندنا الآن أجهزة حتى لو كانت حالة مشكوك في أمرها وعدم يعني التشخيص كان يعني غير متاح، فبنعطي للمريض جهاز اسمه جهاز قياس ضغط الدم على مدار 24 ساعة. هذا الجهاز بيأخذ المريض لمدة 24 ساعة، وبعد كذا التقرير اللي يظهر من هذه التقنية بيضع يعني التشخيص بكل وضوح إذا كان المريض عنده ارتفاع ضغط أو لا. فيعني أعتقد قياس ضغط الدم في البيت مهم جدا، وبنفس الآلية اللي احنا ذكرناها، إنه الشخص يكون جالس على كرسي، الجهاز يكون على مستوى القلب، الجهاز أو الربطة تكون تغطي 2 ذراع، يكون الإنسان في الشخص أو الشخص في حالة استرخاء، ما يكون شارب قهوة أو مدخن خلال 30 دقيقة اللي قبلها. هذه القراءات الطبيعية، وهذه أفضل قراءات المريض ممكن يقدمها لطبيبه على أساس التشخيص الصحيح، أو حتى متابعة يعني متابعة ارتفاع ضغط الدم والتأكد من كفاءة استخدام الأدوية المناسبة. جميل. في عندنا الأستاذ محمد حميد طرح يعني نقطة مهمة حقيقة من وجهة نظري على الأقل، وهي أن بعض مرضى ارتفاع ضغط الدم يعانون من حساسية من بعض الأدوية، فما هي الحل يعني ما هي الحلول بالنسبة للمريض اللي بياخذ أدوية سكر مثلا، أو هل هناك مثلا تحسس من بعض أدوية السكر أو ضغط الدم لدى بعض المرضى؟ فإذا كان في حساسية أو تحسس، فما هي الحلول في مثل هذه الحالات؟ نعم، هو ما يعني بعض المرضى، وهذول مجموعة قليلة جدا بيكون عندهم تحسس دوائي لأدوية ارتفاع ضغط الدم، والحمد لله أصبح عندنا كم كبير من الأدوية المتاحة بتركيبات مختلفة باندماجات مختلفة، أصبحت بتعطينا فرصة استخدامها يعني بما يتناسب مع المريض. طبعا أحد الأدوية اللي هو معروف أنه بيستخدم لضغط الدم وبيسبب كحة مزمنة، هذا يعني هذه يمكن من أكثر المضاعفات اللي بنشوفها في هذه الفئة من الأدوية. المريض بياخذ الدواء، بعد فتره بيصير عنده كحه ناشفه يعني اشبه بالكحه الربويه، فالطبيب بيتعرف على الـ يعني المضاعفه الدوائيه لهذا العلاج ونوقفه ونستخدم ادويه ثانيه. فالادويه كثيره ومتاحه وبتعطي نتائج ان شاء الله جيده، لكن هذه فقط الدواء ليس هو الهدف الاساسي في كوسيله للتحكم، ايضا تغيير النمط المعيشي سواء كان نمط غذائي او نمط حركي، بالإضافة إلى التعامل مع الإجهاد والتوتر، النوم الكافي، علاج المشاكل الصحية الأخرى المصاحبة زي توقف التنفس أثناء النوم أو غيرها من المشاكل الصحية اللي ممكن يكون لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة بارتفاع ضغط الدم. فهي في النهاية باكيج كامل لابد أنه نراعي، وليس فقط الدواء هو اللي راح يعالج المشكلة، هو تغيير شمولي متكامل في كل المؤثرات اللي ممكن ترفع ضغط الدم. أيضا شكرا دكتور أشرف. سؤال أيضا للدكتور حسين، أعتقد أنه هذا السؤال موجه للدكتور حسين من الأستاذ رشاد اسكندراني موقع عين العالم. يزداد تراكم الدهون في الجانبين والبطن، ما قد يرتبط بزيادة فرص الإصابة بأمراض القلب والضغط، كيف يمكننا التخلص من الدهون العنيدة في الجسم؟ طيب، يعني في البداية وصول الشخص إلى مرض السمنة، هنا نقول أنه حتما يوجد كتلة دهنية حشوية أي داخل التجويف البطني محيط بالأحشاء، وأيضا هناك كم من الدهون التي هي تحت الجلد. سبحان الله، الدهون التي تخزن تحت الجلد ليس لها أو أنها خلينا نقول أنه ضررها أقل على الجهاز الدوري، ولا تفرز الهرمونات الضارة. الدهن الحشوي يفرز بعض المواد التي تعمل عمل يعني محفزات الالتهاب والهرمونات الضارة التي تؤدي بدورها إلى
زيادة الضرر على الشرايين وعلى القلب ويؤدي إلى الجلطات. فتقليل الوزن سوف يقلل من الكتلة الشحمية يعني بشكل عام. نقول تقريبا إذا قلنا كل كيلو بننزله نتوقع أنه هنا حيكون في 950 جرام من الشحم المفقود وحوالي ما يعادل 50 جرام من اللحم أو العضلات والماء. مع نزول الوزن يعني سوف نتخلص من وخاصة في أول 5-7% من الوزن بيكون الاستهلاك أكثر والحرق أكثر من الشحوم الحشوية. طبعا لما نصل إلى منطقة اللي هي ما بين الوزن الزائد والوزن الطبيعي هنا تبقى بعض الشحوم التي تخزن تحت الجلد بيكون صعب الوصول إليها أو صعب التخلص منها بالحمية، وهنا نحتاج أن يكون هناك برنامج رياضي مكثف. وفي بعض الحالات يوجد ما يسمى بالشحم العنيد أو الدهن العنيد الذي قد يتطرق الشخص إلى أخواننا وزملائنا من جراحة التجميل للتخلص منها، لأنها تكون مرتبطة بتكوين الشخص هذا ويكون أنه شحم عنيد لحتى بعض العقاقير السمنة. فهذا هو التسلسل يعني إيش اللي إحنا ننخرط فيه في علاج هذه الأمراض. شكرا جزيلا دكتور حسين. طبعا احنا تجاوزنا الوقت اللي هو كان المفروض اظن الى 10، ولكن اسمحوا لي انه ناخذ هذا السؤال كسؤال اخير من الاستاذ محمد الفقي من المؤشر الاقتصادي. متى يكون ارتفاع ضغط الدم خطر على الحياة؟ طبعا عندنا ارتفاع ضغط الدم زي ما قلنا 140/90، هذا يعتبر ارتفاع ضغط الدم. لكن في عندنا نوعين آخرين من ارتفاع ضغط الدم. في عندنا ضغط الدم نسموه ضغط الدم الأرجنسي، وفي ضغط الدم الإمرجنسي. الإمرجنسي لما بيكون في ضغط الدم أكثر من 180/110 وما فوق، غير مصحوب بأعراض، فهذا بنسميه أرجنسي، يعني نحتاج إلى يعني تخفيض ضغط الدم بشكل تدريجي بسيط وناخد وقتنا الكافي بحيث أن إيش ما يكون في نزول شديد. لكن في ضغط الدم الأمرجنس لما يكون 180/110 مصحوب بأعراض، والأعراض بيكون في زغللة في العيون، خفقان في القلب، أو في مشاكل صحية معينة، هذه نحتاج إلى تنزيل هذا المريض لابد يتوجه إلى الطوارئ، ولابد استخدام بعض الأدوية القوية عشان نزل ضغط الدم، لأنه هذا المرضى أكثر عرضة للإصابة بمضاعفات الضغط الدم اللي هو الجلطات والنزيف وغيرها من مشاكل احتشاء عضلات القلب. فهذه هي الأنواع. لكن إحنا يعني عامة المرضى إحنا بنشوف ارتفاع ضغط الدم ما بين 140/150/160/90 أو 95، وهذول بس مجرد تعديل الجرعة العلاجية الموجودة أو إضافة دواء إضافي. وكلنا لازم يعني نكون موقنين وعارفين إنه ما في مريض ضغط دم يستجيب إلى دواء واحد، دائما معظم مرضانا دوائين أو 3 أدوية حتى يتم التحكم الجيد الآمن بارتفاع ضغط الدم، بالإضافة إلى العوامل الأخرى منها تخفيف الوزن والإقلاع عن التدخين والتعامل مع التوتر وعلاج المشاكل المصاحبة اللي ممكن تكون يعني مصاحبة لارتفاع ضغط الدم. أستاذ حسن. شكرا جزيلا لكم دكتور أشرف، شكرا دكتور حسين على هذه المعلومات القيمة التي حقيقة أثريتم بها أمسيتنا، ويعني قدمتم لنا كامل المعلومات التي يحتاج إليها أي شخص وأي مقيم وأي مواطن في هذا المجتمع، مما يسهم في رفع مستوى التوعية الصحية لدى الجميع. كما أشكر الشكر الجزيل لجميع الأخوة الزملاء والزميلات الإعلاميين والصحفيين الذين هم شركاء حقيقيون في الواقع للعمل الطبي والعمل التوعوي لإيصال الرسالة الواضحة والقوية والمباشرة للشرائح المختلفة من المجتمع والمستفيدة من هذه المعلومات القيمة التي سيتم نقلها إليهم عبر الوسائل الإعلامية المختلفة التي يمثلها زملائنا الكرام. شكرا جزيلا لكم وحمد الله. إذا سمحت لي أستاذ حسن بس كلمة أخيرة لكل الإخوة والأخوات الإعلاميين
يعني أتمنى أنه نركز الآن، آن الأوان أنه نركز على الصحة الوقائية وليس الصحة العلاجية. يمكن من خلال هذا المنبر لو يعني ركزنا على هذا المفهوم، فهذا هو التحول الوطني الآن في نظام الصحي الجديد، اللي هو راح يعتمد على التعرف المبكر على المشكلة الصحية والتعرف المبكر على المعرضين للخطر، ومن ثم تعزيز الصحة، تعزيز الصحة عن طريق التثقيف الصحي، عن طريق استخدام بعض العلاجات الوقائية أو التحصينات أو التطعيمات اللي هي بتعطي وقاية لأفراد مجتمعنا، وبالتالي تغيير مفاهيم وإدراك أفراد المجتمع إلى تبني السلوكيات الصحية الصحيحة وتبني الطرق الصحيحة لتعزيز الصحة من خلال الرياضة والحركة والنظام الغذائي والتعامل مع الإجهاد. يمكن هذه راح تقي مجتمعنا بإذن الله من دخوله في مشاكل المرض وإصابتها، بالإضافة إلى مضاعفات المرض وتأثيرها على جودة الحياة ورفاه الحياة لكل الأفراد اللي أصيبوا هذه المشاكل الصحية. وراح تنعكس أيضا على نظامنا الصحي، إنه راح نظامنا الصحي راح يكون نظام يصل بكل إمكانياته ومقدراته إلى وقاية المجتمع وليس فقط العلاج وإعادة التأهيل. يمكن بهذا الفكر راح نصل إلى استراتيجيتنا اللي احنا نبغى نحققها من خلال هدف التحول الوطني، وهو مجتمع حيوي. المجتمع الحيوي هو مجتمع يتمتع بجودة الحياة ورفاهها، ويتمتع بسعادة غامرة بإحساسه بكل دقيقة بما فيها من صحة وعافية. الآن احنا نتحول من محدودية علاج المرض إلى شمولية شفاء الإنسان، شفاء الإنسان عقل وجسد وروحي وروح، وليس فقط علاج الجسد بالدواء والجراحة. أشكركم جزيل الشكر على هذه الفرصة. والله رائع دكتور أشرف، وتأكيد على كلامك إنه هذا كله يندرج تحت بند الهدف الجديد لرؤية 2030 للمملكة، وهي إنه التركيز على جودة الحياة وليس فقط على الصحة العامة والصحة الوقائية. فجودة الحياة تشمل كل هذه الأشياء. شكرا على هذه الإضافة. شكرا جزيلا لكم، يعني شكرا للحضور الكريم، شكرا لأساتذتنا ومحاضرينا الأفاضل الذين قدموا لنا معلومات قيمة حقيقة أنا شخصيا استفدت منها. وتصبحون على خير جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. شكرا جزيلا. شكرا لكم. دكتور أشرف مشي، أستاذ علي كيف حالك؟